شهر مارس طبعا ده شهر التنوع، تنوع الطبيعة بجمالها، جمال الزهور والأشجار، وعلشان كده تم اختيار كل أعياد خاصة بالمرأة في شهر مارس، حيث الطبيعة، لأنه المرأة بجد شبه الطبيعة الحلوة وتنوع الطبيعة. ضيوفي النهاردة في يوم المرأة اخترنا ان احنا نروح ما بين مجالات مختلفة، كل ضيفة فيهم ليها قصة وليها مشوار وليها تحدي حلو. خلينا كده نعيش معاهم اللحظات دي ونقرب اكتر من القصص والتحدي، لانه كلهم مبدعين، كل ضيفة مبدعة في مجالها. خليني ارحب بالاستاذة دكتورة مارسيل ماتا، اول عازفة بيانو. مساء الخير يا فندم، منوراني. شكرا. بجد. وبرحب كمان بمنة الله عصام، اول كفيفه تحقق ارقاما قياسيه في رياضه القوس والسهم. مساء الخير يا منة. مساء النور. انت معقده الناس يعني. بجد يعني في ناس يعني بيشوفوا مش بيعرفوا يرموا اي حاجه. فاهلا بيكي يا منة. اهلا وسهلا. كمان معايا ماريا هشام، اصغر سفيره لمبادره فاهم للدعم النفسي. اهلا ماريا. اهلا، منوراني بقصه التحدي بتاعتك يعني، بس الحلاوه دي نتيجه التحدي اكيد. وكمان بتنورني جدا الاستاذه اماني خليل، اول عداء مصريه عمرها 50 عام، شكلها اصغر من كده بكتير طبعا، وده دليل عشان تعرفوا انه الرياضه والجري تخلي الناس حلوين كده. اهلا بيكي استاذه اماني. اهلا بيكي. يعني بجد ده مثال عشان الناس تعرف انه الرياضه بتخلي الناس حلوه. طب اكيد يعني منورني، انا سعيده بيكم جدا. بس تعالوا نتفق بما انه القعده حريمي. ايوه. ومعانا يعني كل الاعمار وكلكم جميلات، نتفق ان احنا هنسمع بعض وان احنا هناخد كل القصص ونتناقش فيها مع بعض، ايه رايكم؟ طيب هنبدأ بأستاذتنا بما أن البيانو وشوية مزيكا. يعني أستاذة مارسيل ماتا، أول عازفة بيانو، أنا عرفت أنه مشوارك الحلو ده بتاع البيانو، أولا يعني زوجك هو اللي شجعك على البيانو، دي حقيقة؟ هو شجعني طبعا، بعدين لما اتعرف بيا، لكن أيوة. انا شجعوني طبعا اهلي طبعا، وعمتي اللي كانت هي نفسها عازفه بيانو واستاذه طبعا، وكان الجو في البيت عندنا كله موسيقى، كله بيانو وموسيقى. بدأتي تعزفي من عمر كم سنه؟ ابتديت مع عمتي كان عندي 7 سنين كده. تمام. بعدين بعد كده هي لما سافرت كملت مع التلميذ عندها، وبعد كده دخلت في معهد خاص. تمام. كان المدير بتاعه واحد بيانيست كبير بولندي اجنبي. يعني تمام. وكمل درست كذا سنه عنده، اتخرجت خدت شهاده من هناك. وبعدين في عازف بيانو مشهور اسمه ويلهم كامب، كان جاي هنا يعزف حفلات، فبالصدفه يعني انا كنت موجوده وسمعني بعزف كده شويه، فقال لي اهلي دي موهوبه ولازم تسافر في الخارج تكمل دراساتها هناك. فطبعا والدتي كانت خايفه تسيبني انا كده لوحدي هناك، لكن والدي يعني قال لا لازم ما دام هي فنانه وتحب الموسيقى. فدرست كملت الدراسه في ايطاليا في روما، قعدت 5 سنين هناك بيانو طبعا، وكمان اخذت شهادات عاليه في البيانو، وكمان اخذت التاليف كمان شويه تاليف. وعشان كده بقيتي اول رئيس قسم، اول سوليست، اول مشوار يعني كان كل حاجات. ايوه هقول لك ليه رجعت. الحمد لله كان في الوقت ده كان في وزير الثقافه ساره عكاشه في اخر 59 كده 60 وكان لسه الكونسرفاتوار القاهره كان لسه فتح في 59. تمام. فانا وصلت في البدايه، والحمد لله ابو بكر خيرت المؤلف طبعا كان هو العميد، وهو اللي بنى حتى الكونسرفاتوار، كان هو كمان مهندس الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار رحبوا بيكي، فكنتي اول عازفه بيانو. اول يعني ما كانش في الوقت ده
عازفات يعني بيقدموا حفلة كاملة مثلا سولو بيانو تعملي سوليست لوحدك وحفلة كاملة. فطبعا لقيت تشجيع جامد، وحتى أبو بخير تشجعني، هو اللي نظم لي أول حفلة لما رجعت من إيطاليا، أول حفلة ريسيتال. وكانت ومن بعد كده على طول أنا هستأذنك هقف هنا. قابلت بقى لا ما أنا هقف عند الحتة دي. هنعمل دو ري مي فا سو لا سي دو. فهرجع لك تاني لما أرجع عند الدو. ري مي فا سو. مظبوط كده صح؟ وصلنا فين؟ إحنا دلوقتي هنروح لمنى. لما دخلت المعهد. هرجع لك تاني بعد شوية. منى يعني عارفة أنا ببقى سعيدة لما بشوف كده اولا وشك زي القمر جميله مشرقه. فقولي لي يعني فكره ان انت زي ما بنقول انتم قادرون باختلاف، يعني عندكم من القدره الرياضيه والروح والطاقه الايجابيه، ايه اللي دخلك اولا الرياضه اللي انت بتمارسيها صعبه وعايزه دقه، وصلت لها ازاي سريعا؟ انا اولا انا اتولدت مبصره، انا مش مولوده كفيفه. انا عارفه. لغايه ما اتخرجت من الجامعه والنظر قل بالتدريج. لغايه ما اتخرجت من الجامعه انا كنت مبصره عادي. وبعد كده نظري لما بقيت كفيفه خالص بقى، انا اتعلمت حاجات كتير قوي بعد ما بقيت كفيفه. تمام. ما كنتش عارفاها وانا مبصره. يعني اتعلمت تصوير وانا كفيفه، اتعلمت القوس والسهم، اتعلمت فروسيه، بس وقفت بقى فروسية. عندك تحدي اكتر يا منى؟ طبعا جامد جدا. يعني الحمد لله واخواتي كمان على طول بيشجعوني لحاجه زي كده، لان انا كنت مبصره فكنت وسطيهم بنعمل كل حاجه. تمام. فانا لما بقيت كفيفه اللي هو لا انا عايزه اعمل اكتر من اللي كنت بعمله، يقولوا لي اعملي واحنا معاكي واحنا هندور لك على اللي انت عايزاه. انا شايفه، بصوا اتفرجوا على منى، انا شايفه منى وهي بترمي القوس والسهم، يعني بجد يعني حاجه بديعه، ولبسك حلو قوي على فكره حبيبتي، تسلمي. حاجه بديعه قوي يعني. والدقه دي ازاي؟ لان انت برضو بتعملي حاجه لازم يكون فيها دقه، ده بالاحساس ولا بقوه الايد؟ يعني كله بيجي بالتمرين. يعني انا النهارده كده بقالي سنتين بالضبط. سنتين بتلعبي؟ وحققتي ارقام؟ الحمد لله. انا باخد على طول مركز اول، لان انا الكفيفه المصريه العربيه الافريقيه الوحيده اللي بلعب قوس وسهم. مصريه عربيه افريقيه، يعني بتروحي في البطولات العربيه والافريقيه وطبعا العالميه اكيد لو في. لا، هو في بطوله في انجلترا في اغسطس الجاي باذن الله، دي اول بطوله دوليه هطلعها ان شاء الله، مستنيين الموافقه عليها، فربنا ييسر الحال. انا يعني نفسي جدا البطوله دي بالذات يعني ارجع بميداليه ذهبيه، زي ما انا متعوده في مصر اجيب ميداليه ذهبيه، انا نفسي جدا في البطوله دي ان شاء الله اطلع بميداليه ذهبيه ان شاء الله. اكيد. انا شايفه وانت قاعده بتدربي تدريب صعب، بس قادره ان انت بجد تحققي النجاح ده. الحمد لله. اكيد. طيب خلينا برضو نرجع تاني، ناخد بقى نروح عند اماني. اماني يعني عداءه والعمر 50 سنة وفي برشلونه، وبتكسبي ناس وارقام، وبتكسبي ناس ليهم ارقام كمان في الجري. هو يعني مش بكسب ناس، بس هو فعلا انجازاتي جت بعد الخمسين. ده اللي نقدر نقوله. بس انا طول عمري في الرياض وبحب الرياض والرياضه. ايه اللي خلاكي بعد الخمسين تقرري؟ هي جت كده بالصدفه، بس طبعا بعد برضو فتره طويله في ان انا حاولت ان انا اخش سباق الرجل الحديدي، لكن انا لقيت نفسي تميت 50 سنة لما قررت ان انا هخش السباق. لكن انا بدات من 47. احنا برضو بنشوف معاكي السباق اهو على الهواء. من 47 ده ماراثون، ده من اللي هم الستة اكبر ماراثونز اللي عملتهم بعد ما حققت الرجل الحديدي. تمام. وده خد مني 7 سنين عبال ما وصلت له، وانا 56 دلوقتي، وخدتها لسه في طوكيو 5. طب بصي اماني، انت عامله، انا اعترف لك بصراحه، انت عامله كذا تحدي. اولا تحدي السن، وثانيا انه السن رقم، صح، انه الانسان يقدر يعمل رياضه مش مرتبط بالرقم، صح. وعامله تحدي انك معترفه بسنك، ده تحدي برضو يعني. وكمان انك تفضلي تجددي شبابك بالرياضه. فكلمينا عن التحدي ده، ما كنتيش تفكري فيه قبل الخمسين؟ لا، انا كنت مشغوله مع ولادي وقتها،
لان انا قررت ان انا هقعد لهم في البيت واربيهم مع جوزي، كنا في الخارج فلقيت الناس بتجري في الشارع وعجبني الفكره دي. وانا كنت عايزه اكمل رياضه، والرياضه الوحيده اللي اقدر اكمل فيها بجانب ان انا قاعده مع الولاد كانت هي الجري، عشان بعملها الصبح. فتحسنت فيها، ولما رجعت مصر حبيت ان اكملها. التحدي في دي بقى كانت ان في ناس كتير قالوا لي مش هتقدري تجري في الشوارع في مصر الصبح بدري وخطر عليكي، وطبعا كل ده طلع كذب، ومصر جميله جدا ونقدر نجري ورايا والكلام. فطبعا هي مختلفه عن امريكا، بس حبيت ان انا لا، يعني انا عايزه، لان انا حاجه بحبها وعايزه اكملها مهما يكون. فالحمد لله نجحت فيها وكملت لغايه لما قدرت احقق السباقات الماراثونز اللي انا عملتها عالميا. وجريتي في مصر بامن وامان؟ جريت في مصر أكيد. بامن وامان اكيد الحمد لله. طيب ماريا بقى، ماريا يعني بجد قصتك كده وانا بقراها تحدي وانت صغيره، ويفاجئك مرض السرطان وتدخلي 57 وتتحدي كل ده وتعدي وتشفي وتبقي قمره وزي الفل، وكمان يتم اختيارك في مؤسسه الدعم النفسي. قولي لي يعني المشوار الكبير ده ازاي؟ ابدا من اول فين؟ يعني ادينا لمحات كده. طبعا انا تعبت في سن صغير، ما كنتش قادرة أكوب مع فكرة أني مختلفة عن بقية الأطفال. طبعا دعم أهلي هو اللي سندني طبعا، بس ما أقدرش أنكر أن قلة الوعي اللي عند الناس كانت بتأذيني. فده طبعا الدور اللي أنا كنت محتاجاه وإحنا محتاجينه، اللي هو بتاع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أن الناس تبقى مقدرة، الناس تبقى واعية، أنه واعية بحالة اللي قدامها. تمام. واعية ان في كلام. احنا شايفينك قمر اهو مخرجة. ميرسي. صور جميلة. بس انا استأذن حضرتك قبل ما اقول حاجة عني، انا عايزة اشكر السفيرة نبيلة مكرم. طبعا احنا كمان نشكرها معاكي. لان هي يعني انا الكلام مش بيوصف قد ايه المؤسسة مهمة. طبعا. وهي حولت الألم النفسي والتجربة الصعبة وسيلة انه نساعد بها اللي بيتألم وساكت. صحيح. انه وارد كلنا نتعب، بس مش طبيعي اننا نسكت. صح. فلأول مرة في مصر لازم التعب يطلع ونتكلم فيه. فلأول مرة في مصر الكلام عن الأمراض النفسية بيتم بأريحية، وانه يبقى فيه وعي، وانه بنقول للناس اتكلموا، في ناس فاهمة حالتكو، ما بقاش وصمة عار، ما بقاش حاجة نقلق منها، بقى زي دي المرض. دي صورة كمان هي كلها طاقة من بقى زي المرض العضوي، إن لما حد دراعه يوجعه ويجري على دكتور، ما فيهاش أي عيب إن إحنا نتعب نفسياً ونروح لدكتور وطبيب. وإحنا بينا وبين نفسنا نعترف إن إحنا محتاجين مساعدة. صحيح. ودي برضو خطأ من أخطاء المجتمع لما بيعتبر إنه المرض النفسي يستخبى. يعني هو ما يستخباش زي اي مرض يعني. فلا نتكلم، وبقى في دلوقتي يعني يا بخت اللي عايز يتكلم دلوقتي، في مؤسسه وراه دعماه وفاهمه حالته وبتقول للي قدامه ما تقفش من الشخص ده، بالعكس ادعمه، افهم حالته، لانه ما فيش عيب، العيب انك تسكت وتكمل. صحيح. فتحكم على نفسك انك تعيش بصعوبه. صح. يعني محدش هيتعب غيرك. لانه كمان الطاقه الايجابيه، يعني انت بتطلعي فبتبقي في طاقه احلى والناس حواليكي اكيد حاجه حلوه. طيب خلينا نحول شويه اسئله كده، نسال استاذه مارسيل دور الزوج بقى لعازفه بيانو زيك عظيمه. أيوة طبعا. اول سوليست واهم عازفه بيانو، او يعني دور مهم لما اتجوزتي كمان شجعك اكتر. هو ساعدني من الاول طبعا. خلينا نقول زوجة الفنان التشكيلي الكبير يعني فؤاد سليم، احمد فؤاد سليم والشاعر، فخلينا برضو ندي له حقه. اتفضلي. ايوه هو ساعدني قال لي في الاول انا هعمل منك بيانيست كبيره قوي. قعدت اضحك طبعا، اللي هو انت واخدني بيانيست اصلا. طبعا جامد قوي قوي. وفي الدعايه كمان والاصدقاء وناس تانية برضو. كان بيحضر حفلاتك يبقى طبعا اول صف كله ويسقف ويبقى طبعا سعيد. انجبتي اميره؟ انا من غيره الحقيقه هو عملني يعني
عمل لك حاجات كويسه. انجبتي اميره سليم وهي واحده من يعني هي يعني صوت اوبرا جميل ودارس وشرفتنا في المومياوات في الافتتاح بتاع المومياوات كانت جميله. هي اميره اخذت ايه منك؟ اخذت الموسيقى طبعا. طبعا انا علمتها البيانو في الاول، تعلمت بيانو ووصلت لدرجه كويسه، وبعدين جت يوم تقول لي لا يا ماما انا افضل عايزه اغني اوبرا علشان البيانو بحس انه بعيد مني، لكن الغنى والصوت ده جزء مني. فعلى طول اخدتها في كان في الاوبرا، كانت لسه ما خدتش ثانويه، حتى الاوبرا كان في حاجه لغايه دلوقتي تنميه المواهب. ابتدت الغنى هناك مع نبيل علوبه سنه. أيوة وبعدين أيوة. بيولت مقار، وبعدين بعد ثانويه دخلت الكونسرفاتوار طبعا دايما الاولى 100 على طول. اكيد اكيد. وده شيء جميل. هي حبيبة باباها، هو لما كنت طبعاً. حامل كان يقول لي إذا جبتي ولد مش هربيه، أنا عايز بنت عشان تبقى جنبي كده زي وجبتي أحلى بنت وأجمل بنت دكتورة مارسيل أكيد شجع. خليني أعرف من منى، مين اللي دعمك يا منى؟ مين اللي كان في ظهرك؟ مين اللي وراكي؟ إخواتي طبعًا، لأن ماما وبابا الله يرحمه متوفيين، فأنا إخواتي على طول معايا. توفوا قبل ما تفقدي البصر ولا بعد؟ والدي الله يرحمه كان عارف إن أنا هفقد البصر. تمام. لان الدكتور كان قايل له، بس الدكتور ما قاليش، الدكتور قال له لوحده وهو ما رضيش يقول لي. ففي فتره الجامعه ماما الله يرحمها اتوفت في اخر ثالثه كليه. تمام. والدي الله يرحمه بقى اتوفى بعد ما اتخرجت. فاخواتي بقى هم اللي مدعميني على طول، وهم يعني حتى لما جيت اروح النادي علشان العب فروسيه في البدايه فلقيت القوس والسهم هم اللي قالوا لي عليها، فروحت واتمرنت وكده والحمد لله يعني بقيت يعني امسك القوس بعد ما اتمرنت وتعلمت وكده. وهم يعني اختي كمان هي اللي على طول بتبحث لي، حتى بطوله انجلترا اللي جايه دي اختي هي اللي جابتها لي. يعني دايما دايما عائلتنا، يعني اسمحوا لي، دايما عائلتنا والله جميله طبعا. هتلاقي في كل القصص اللي موجوده معايا زوج اخوات، لسه هكمل اعرف استاذه اماني واعرف ماريا مين اللي وراها، اكيد هتلاقي قصص جميله. اسرنا المصريه على فكره بخير، ما تسمعوش الحاجات اللي بتبقى دايما ظواهر، خلينا مع الناس الحقيقيه. شوفوا التحدي حلو مختلف متنوع لكام اسره مصريه بتحاول يعني تقدم شيء جديد. هكمل معاكم، ارجوكم ارجعوا لنا عشان لما نحتفل بيوم المراه المصريه تعرفوا ان عندنا شابات وسيدات وبنات يانعات وجمال كمان. بعد شويه هكمل معاكم في التسع. زي ما قلت لكم بجد بلدنا جميلة وعندنا سيدات فضليات وبنات وشابات جمال، قصص حلوة. خليني أكمل مع أستاذة أماني خليل العداء المصرية اللي عمرها 50 عام، وأنا مبسوطة إن هي واخدة التايتل ده اللي بتتحدى بيه يعني كل الحاجة. مين دعمك أستاذة أماني؟ طبعا أقرب ناس ليا كان جوزي، أنا في وسط رجالة، جوزي وعندي ولدين هما دلوقتي خلاص اتجوزوا، لكن ان هم يعني يسيبوني انزل في الشارع الساعه 5 الصبح وانزل اجري لوحدي ساعات. شايفين صورك. وان انا اقدر اسافر لبطولاتي وهم في البيت، وان جوزي سفرني في جميع انحاء العالم عشان اقدر احضر البطولات، وفخور ويبقى معاكي وفي اوقات هم بيجوا معايا فيها، فطبعا ده دعم كبير جدا. بجانب طبعا بقى ان مامتي بتدعيلي كل يوم عشان بالامان، وبجانب اخويا وناس طبعاً. كتير من الجروب الجري بتوعي ده بيتمرنوا دايما معايا عشان يشجعوني اخلص البطولات دي. تمرني كام ساعه؟ لو انا للايرون مان بتمرن تقريبا من 4 لـ6 ساعات في اليوم. بس بالنسبه للماراثونز بتبقى تقريبا 3 ساعات. بتبقى رياضه، وانا شايفه في عجل كمان. لان الايرون مان او الثلاثي بيبقى فيه سباحه وعجل وجري.
سباحه بتنزلي تعومي ايه؟ اللي بتاعت الايرون مان بنزل بعوم 4 كيلو في البحر المفتوح. بتعومي كرول بريست؟ لا اتس يوجوالي كرول، بس من حق اعوم اي حاجه، بس المهم ان انا اخلص ال 4 كيلو. اه تختاري انت عايزه تعومي بالظبط. فبتبقى عوم وبعد كده العجل بيبقى وعجل وجري بالظبط. العجل بنخش على 180 كيلو. انت هتعقدي كل الستات النهارده اكيد. وبعدين بنخلص ب 42 كيلو جري، فيعني هي مسافه طويله بس فعلا احتاجت تدريب، وخلصتها يعني اتمرنت لها تقريبا 10 اشهر عشان اقدر اوصل لها واحققها يعني. اكيد انت طبعا الرياضيه رقم واحد في البيت. اه هو جوزي بيقول انت بتعملي رياضه للبيت ولكل ليله. لكل ليله. ماريا الجميله قولي لي ماريا، المشوار بتاعك ده يعني وانت طفله في سنين في الطفوله كده راحت، بس انت عارفه انت ممكن تعوضيها كلها تاني، شكلك طفله اصلا لسه. مين كان وراكي غير ماما الجميله اللي موجوده في الاستوديو معانا؟ طبعا ماما وبابا، انا بنتهم الوحيده كمان، يعني انا جيت بعد 12 سنه حرمان من الخلفه وانا البنت الوحيده، فربنا جربني وجربهم معايا، كانت تجربة تقيلة علينا. أنا ما عشتش أي يوم من أيام المدرسة، ما حسيتش بطعم طفولة. أغلب حياتي كانت يا إما في مستشفى 57 يا إما في البيت. فهو السرير كان صاحبي يعني، ما بفرقهوش كتير يعني. وطبعا أنا الشال من عليا أهلي، لأن هما كانوا رغم طبعا بنتهم الوحيدة وشايفين إن هي ممكن تروح منهم، لان انا جالي استركوما من الدرجه الثانيه وهو صعب يجي اللي تحت ال 14 سنه. فكانت تجربه ثقيله يعني. هم شايفين بنتهم الوحيده ممكن ربنا ياخدها منهم. كنتوا بتتبادلوا الامل يعني، انت تديهم طاقه هم يديكوا طاقه، علشان انا شايفه لو بابا وماما على الشاشه، وخلينا نوجه لهم التحيه كلهم طاقه، اللي يشوف ماريا ما يقولش ولا مر ولا حتى جالها شويه صداع. يعني كميه الحيويه والطاقه والجمال في وشك، ولا مره حتى شويه صداع، فدي طاقه كبيره وتحدي. ده كله منهم ربنا قواهم وادوني قوتهم، لانه انا بشوفهم بره، انا طبعا بنتهم الوحيده زي ما هم يعني طبعا، فانا حاسه بيهم زي ما هم حاسين بيا. هم بيبقوا بره بيتالموا ويجوا عندي يداروا دموعهم يضحكوا في وشي. وانت بتعملي برده نفس الشيء. ده حقيقي، احنا كده كشفنا كل الاسرار. يعني كنت شايفه قد ايه هما بيتألموا عشاني، فمش حابه ازود على همهم هم. اكيد. فكانت حاجه متبادله من الدعم من غير الكلام. أكيد. دعم بالروح. اكيد بس واصل. خليني اسالكم اسئله سريعه اجابات سريعه. دكتوره مارسيل انت بقى عازفه بيانو، تسمعي مين؟ بتسمعي مين؟ مين من العازفين؟ مين من الاغاني؟ مين من الموسيقيين الكبار؟ بسمع موسيقى كلاسيك. كله كلاسيك؟ لا برضو دلوقتي بسمع حاجات خفيفة. بتعزفي حاجات فيردي وفاجنر وحاجات كده؟ لا فيردي ده للغناء. الغناء فردون فيردي وفاجنر. أيوة ما كتبوش للبيانو. ما كتبوش بيانو بس كتبوا الآلات. الآلات طبعا. عشان مصاحبة الصوت. صحيح. أوركسترا. تسمعي مين عربي؟ عبد الوهاب؟ يعني مش كتير، بس انا لما كنت صغيره كنت لما كنت بسمع ام كلثوم كنت اقعد اعيط على طول. ليه؟ كده ما اعرفش. واقول لوالدي وحياتك غير المعطر يعني. بتسمعي اي اغنيه ام كلثوم؟ عزفتي حاجه من اغاني ام كلثوم؟ لا بس خالص. عزفت كتير للمؤلفين المصريين اللي عندهم اتجاه يعني موسيقى مصريه عالمية وبيستعملوا فيها الحان المصري. حاجات شرقي. زي عزيز الشوان طبعا. عزفت له انا الكونشيرتو بتاعه زمان ده. في عارفه امتى؟ طبعا سنه 64. كناش موجودين بس كنا بقلبنا. عزيز الشوان وكل المصريين. جمال سلام عزفت له انا شجعته. بتعزفي كام ساعه على البيانو لغايه دلوقتي؟ لا دلوقتي لا مش كتير طبعا. قد ايه يعني؟ بس لازم كل يوم اذاكر بيانو. دي كل حياتي. تذاكري لغايه دلوقتي بيانو؟ مش هعيش. نعم لغايه دلوقتي تذاكري بيانو؟ طبعا اكيد. ليه كمان يعني ما كنت بعزف. عزفت من اخر مره من 3 سنين. عملتي عزف بس كمان. مش لوحدي، مع
عازفين مع الطلبة بتوعي. مع ناس طلبة. الطلبة بتوعي بقى أساتذة دلوقتي. أكيد. يعني الأسئلة السريعة هنكملها وأرجع لك تاني. منى قولي لي يا منى، أنتِ بقى القوس والسهم، قولي لي أصحابك يعني واللي درسوا معاكي، بتعلمي حد، بتحفزيه، بتقولي له لأ أقوى لازم؟ انت ملهمه للشباب. حبيبتي تسلمي. هو القوس والسهم فعلا بيعلم الصبر والاصرار، يعني حتى اختي برضو نفسها تتعلم القوس والسهم، فكان في ايفنت من قريب تعليم الرياضات اللي هي سبورت اكسبو اللي كان في الفتره اللي فاتت، فكان من ضمن الرياضات اللي معروضه القوس والسهم، فانا رحت في يوم فاختي حابه تجرب، قلت لها لا تعالي انا بقى معلمك، فعلمتها طبعًا ازاي تمسك القوس وتحط السهم وتطلع. يعني ممكن في يوم من الايام تبقي مدربه. يا رب. اتمنى ممكن جدا تبقي اتمنى مدربة. جدا واتمنى ان احنا بنتفرج عليكي وتحبي تدربي يعني ده ينفع للسن الصغير ولا ليه سن معين؟ لا مفيش مشكله خالص. اي سن هي لعبه القوس والسهم من يعني من الرياضات الجميله اللي ملهاش سن. وانا نفسي جدا اللي هو انافس الفترة الجاية مبصرين كمان والله يعني هتكسبي يا رب. هتكسي فيهم يا منى يعني والله هتكسبي يعني لانه دقة فظيعة يعني. يا رب. واتمنى ان يبقى في راعي رياضي ليا، لان الرياضة دي يعني محتاجة امكانيات كتير. طب وليه بتتمرني كم ساعة في اليوم؟ اولا عايزة اعرف، هسألك سؤال بصراحة، تحددي الهدف ازاي؟ يعني انا لو انا مبصرة والله لو اتعلمت 20 ساعة دلوقتي مش هعرف، لكن انت بتحددي الهدف ازاي؟ اقول لحضرتك دلوقتي القوس المبصر بيبقى فيه حاجة اسمها سايت. السايت ده المكان اللي المبصر بيبص من خلاله على الهدف. تمام. انا طبعا مش عارف اشوف ده. صح. فالسايت بتاعي عبارة عن ستاند. تمام. الكابتن بيظبطه هي مرة وبيطلع منه مسمار بحطه انا هنا ما بين السباحة والوسطى. هنا اللي هو عند ايدك هنا. وبمسك القوس عادي على الشاشه احنا شايفينه. وبركب السهم وبشد الوتر. برده صعب قوي اللي بتقوليه ده، صعب جدا. ما ده بقى محتاج تمرين وان حضرتك يعني تبقي عندك يقين ان انت هتحققي حاجه. يعني ما كانش سهل تقولي ايه كنت اختار حاجه سهله، طريقه رياضه سهله، اخترتي الصعب. انا حابه ده، انا حابه القوس والسهم وحابه اكمل فيه، وحابه ان يعني زي ما قلت لحضرتك زي ما باخد مركز اول في مصر، لا انا نفسي بقى اخد مركز اول في بطوله العالم علشان كده. ونفسي كمان يعني القوس والسهم مش بارالمبيه للمكفوفين، هي بارالمبيه للحركي، فانا نفسي ادخلها في البارالمبيه للمكفوفين. والله كل حاجه جائز، فعشان كده محتاجه جدا راعي رياضي، لان الراعي الرياضي فانت محتاجه راعي رياضي. خلينا نقول يا جماعه لو حد بيسمعنا انه منا بجد لو راعي رياضي، وننقل ده لوزاره الشباب والرياضه والناس انه راعي رياضي رجال اعمال ناس يتولوا ده، وانا متاكده ان ده ان شاء الله يحصل لك. واحنا معاكي يا منا لانك تستاهلي، كفايه انك يعني بتبذلي المجهود الكبير ده. استاذه اماني، بتتدربي زي ما قلتي لي ساعات طويله وكده، لكن بعيدا بقى عن الجري بتبصي على ايه؟ الرياضات التانيه او حياتك بره ايه؟ بتسمعي مزيكا؟ بتعملي ايه؟ ما انت يومك كله رياضه. لا بتعرفي تطبخي؟ بعرف اطبخ طبعا. بتعملي ايه؟ ميبي مش شاطر قوي في الطبيخ، بس لا بطبخ، بس طبعا للاسف جوزي مش راضي بطبيخي انا عشان ده مور هيلثي بالنسبه لي. انت بتطبخي حاجات صحيه؟ بضطر. بالظبط. سلطات بقى وبتاع، هو مش عايز سلطات بقى. اقوى حاجه السلطات بصراحه. واسهلهم يعني. لا يعني انت في البيت بما انك رياضيه ومشغوله ست بيت بقى وفي محشي وفته واكلنا بقى المصري. ده مش هتلاقي كتير عندي. بس ممكن تعملي لي. ممكن اتعلم يعني اليوتيوب ما شاء الله بيدي لي كل الافكار، ولو نفسي اعمل حاجه كده لجوزي بعملها طبعا، بس مش حاجه يوميه بعملها يعني. لكن اللي انا بعمله بجانب الرياضه بتاعتي ان هو انا بحب جدا ان انا اشجع الناس انها تجري معايا او تحقق هي برضو. مين الرياضي اللي في العالم اللي في العدائين او عدائه ملفت بالتبعيد؟ بتتابعي الارقام؟ بتتابعي بيعملوا ايه؟ اكشلي هو يعني هو في كتير طبعا، بس انا بفضل الستات اللي هم يعني اعمارهم اكبر، لان بيدولي امل. مجهود. لان بيدولي امل، لان يعني ده بيديلي احساس ان انا لا ممكن اكمل. بتتحدي بالظبط. تحدي نفسك كتير، ودي بشوفها فعلا على السوشيال ميديا اي فولو ذم يعني. اكيد. ماريا الجميله، بتعملي ايه بقى بعيدا بقى، انسي التعب والالم والقمر اللي انا شايفاه، انت بقى بتسمعي ايه؟ بتسمعي مين؟ بتسمعي مزيكا ايه؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسك تبقي ايه؟
انا الميوزك تيست بتاعي غريب شويه بصراحه. يعني الكلاسيكس والحاجات الجديده برضه. كلاسيك يا عم لازم تاخدي تليفون دكتوره مارسيل وتروحي تسمعي على طول. بتسمعي حاجات كلاسيكيه؟ تسمعي ايه في العربي؟ يعني هو ميكس غريب شويه، فيروز، عبد الحليم، ورده. بيدوكي طاقه؟ كده بيدوكي طاقه. انا المزيكا اكتشلي والتصوير اللي هي الحاجات اللي بعملها، يعني الاكتيفيتيز دي هي بتدي تحسسني بالحياه. تصوري ايه؟ الصغيره، مناظر. انا بحب الحاجات الطبيعيه، يعني التفاصيل الطبيعيه والتفاصيل الصغيره اللي هي مثلا يبقى حاجه شكلها بيفكرني بحاجه كلاسيك. فبصورها، بحاول ابين الحاجه من وجهه نظري، من وجهه نظر اللي انا شايفاه، واظبطها مع المزيكا اللي تليق عليها. يعني مين بيختار لك الوانك الحلوه؟ ده انا، وباخد راي بابا وماما طبعا. بتحبي تختاريها. الحقيقه انا عايزه اقول لكم قد ايه انا مستمتعه جدا بيكم وبكل التجارب المحترمه اللي انا شايفاها. دكتوره مارسيل، يعني في يوم من الايام هبقى احب اجي اسمعك. ما دام بتعزفي كل يوم لغايه دلوقتي لازم. دلوقتي طبعا دي حياتي. الصبح ولا بعد الظهر؟ حسب الوقت اللي عندي. حسب الوقت. حسب الوقت. اي وقت ممكن، ده حتى بالليل او الصبح بدري. المهم تعزفي. ربنا يديكي الصحه، تفضلي دايما على البيانو بكل جمال. منا نورتيني، وكملي وانا معاكي ان شاء الله يجي لك سبونسر ونبقى احنا اللي بنبلغك، وكمان تاخدي جوائز. استاذه اماني، لا انا هاجي الف معاكي التراك اكيد، بس هتسبقيني اكيد. ماريا انا مبسوطه بيكي، كملي التحدي وكملي الدعم النفسي وخليكي ملهمه. اتمنى افرق مع اي حد. هتفرقي اكيد بكل وشكم وجمالكم. شكرا ليكم مشرفات، مشرفات مصريات. ختمنا مع مشرفات مصريات، بجد انا سعيده، طاقه ايجابيه جميله، وهي دي مصر. كل بيت وكل حد بيشوفنا، كل اسره عندها ناس جميله، كل بيت فيه ناس جميله. المهم نقدر على التحدي ونكمل. بكره كمان هنكمل معاكم مبادره كتف في كتف اللي بتلم كل المصريين واهلنا. الكتف في كتف هيخلينا دايما نلف ويكتر كل الخير. تصبحوا على الف خير، غدا نلتقي في التاسعه باذن الله.